نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم وإليكم العناوين. 300 من حجاج سيدي بوزيد يتوجهون اليوم نحو البقاع المقدسة في أول الرحلات المبرمجة من مطار صفا قسطين الدولي. مع انتهاء آجال التسجيل لانتخابات البلدية القادمة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن تسجيل 28 ألف ناخب اليوم أمس فقط. وزير الدفاع الأمريكي يشدد على تقدم نتائج الجهود الدبلوماسية ويحذر من أن الحرب مع كوريا الشمالية ستكون كارثية. أهلاً بكم من جديد. انطلقت فجر اليوم من مطار صفا قسطين الدولي أول رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة، وتقل الرحلة قرابة 300 من الحجاج الميامين من ولاية سيدي بوزيد، على أن تليها أربع رحلات خاصة بحجيج ولاية صفاقس البالغ عددهم هذه السنة 831 حاجاً وحاجة. يحملهم الشوق إلى زيارة الكعبة الشريفة وقبر الرسول الكريم، إنهم قاصدو البقاع المقدسة من ولاية سيدي بوزيد لأداء مناسك الحج في أول رحلة تقلع من مطار صفا قسطين الدولي. قلت لك هذه رحلة عمر نستنى فيها، عندي 6 سنين، ربي يوفقني ليها وإن شاء الله ربي يكرمنا بها إن شاء الله. فرحين ومشوقين لسيدنا رسول الله باش نوصلوا، ومشوقين للحج وزيارة، ماشيين في ضيافة الرحمن. وإن شاء الله ربي يبلغ المقصود للناس كلها، وربي يوصل بالسالم، وإن شاء الله يردنا سالمين وكو. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لجميع الأخيان اللي قاصدين بيت مكة وباش ناويين فريضة الحج. مرشد الإرشاد الديني في الإرشاد، في الطواف، في السعي، هذا الواحد. ولكن ثم نقايص، لكن السنة اللي لمسناه أنه حارسين حرص شديد على القيام بالأعمال، إن شاء الله تكونوا موفقين. الكل تجند بمطار صفاقس لخدمة قاصدي بيت الله الحرام حتى تسير الأمور على أحسن حال. احنا هنا نقوموا برعاية الحجيج ونسهروا على رعايتهم الصحية والفاكسيناسيون تاعهم، نشوفوهم التلقيح الكل. والله امراض مزمنه كنصحوا باش يزدواه وباش معناتها يتبع حميه معناتها كما نقولوا تكون معناتها تتماشى مع صحته، فهمتوا؟ ونعطيهم نصائح بالنسبه لل موسم الصيف، الدنيا حاره برشا، ونصحوا معناتها من المكيف، واش تعرف انت معناتها في البقاع المقدسه معناتها الدنيا سخونه برشا. نحن حضرنا ما علينا، والبقية على ربي، والبقية على حجاجنا زادة، والبقية علينا احنا، ونتحملوا مسؤولية أي خلل يمكن أن يقع على قدر الله إذا نحن كنا متسببين فيه. رحلة اليوم حجاج ولاية سيدي بوزيد فيها 265 حاج، والرحلة الأخيرة نهار 23. ويبلغ عدد رحلات الذهاب التي يؤمنها مطار صفا قسطين الدولي باتجاه البقاع المقدسة 5 رحلات. وفي الشان الانتخابي البلدي، 5,740,291 هو عدد المسجلين في السجل الانتخابي حتى منتصف ليلة أمس، وفق ما كشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بن حسن خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم معطيات إحصائية حول عملية التسجيل لانتخابات البلدية المقبلة. كما أعلن بن حسن بأنه تم تسجيل 28,000 ناخب جديد يوم أمس. 5,740,291 والسجل الانتخابي الخاص. قارب عدد المسجلين الجدد لدى الهيئة الفرعية صفاقس 31,000 في ختام حملة اختتمت أمس وحاولت الاقتراب من كل الفئات والمناطق التي ضمن نشاطها. بدأ من خلال معاينة عمل فرق الهيئة الفرعية لصفاقس 1 في هذا الفضاء مثلا أن جل من توجهوا إليهم مسجلون، مما يعكس نجاح الحملة في تحقيق أهدافها. يوميا مثلا انا يوميا زملائي معناتها ما بين 30 و 25 و 20 معناتها بيرسون سجلوها في النهار، فهمتني؟ ولكن اليوم زيد تصور احنا معناتها من 7 نتاع الصباح واحنا الليل توا معناتها نخدموا ونسجلوا في العباد ونحينوا فيهم، فهمتني؟ الحمد لله بفضل جهودنا توصلت الهيئه الفرعيه الانتخابات ب التمكن من الرتبة الخامسة وطنيا من حيث تسجيل الناخبين، حيث سجلت إلى حد يوم 9 أوت 2017
27,762 ناخب جديد، بالإضافة إلى 2763 التحيين. في الفترة الأخيرة يعني لاحظنا أنه هنالك تطور في عدد المسجلين، وأيضا حتى الأشخاص اللي معناتها أرادوا تحيين مراكز الاقتراع. وفيما يتواصل مجهود الفرق الميدانية تصدح الموسيقى بمدخل دار الثقافة بسقيط الدير في أجواء تنشيطية تؤمنها جمعية ثقافية شبابية ليتضمن تتويج حملة التسجيل رسالة إلى الشباب. وهذه فرصة لتحفيز أولا شبابنا وثانيا شباب المنطقة من أن الإقدام على هذه العملية المواطنية الانتخابية الديمقراطية التي نتمنى أن تكون عرسا في تونس، والتي تهمه بما أنها ستهم مسكنه ومنزله وحيه وشارعه. تلك كانت بعض أجواء الساعات الأخيرة لحملة التسجيل، إضافة إلى الفرق الموجودة بالفضاءات التجارية الكبرى، ليفسح المجال بعدها إلى مرحلة تقديم الترشحات. غادرت مساء أمس من المحطة البحرية بميناء جرجيس أول باخرة تؤمن عودة مهاجري الجنوب الشرقي إلى بلدان إقامتهم بالخارج، وعلى متنها 130 سيارة و310 مسافرين. هذه صور الميناء التجاري بجرجيس بعد 31 سنة من أحداثه، لما تم تأمين أول رحلة عودة باتجاه مارسيليا لمهاجري ولايات الجنوب الشرقية التونسية عبر هذه البوابة البحرية، موفرة لهؤلاء المهاجرين الكثير من الراحة وجنبهم عناء الطريق. هذه حاجة تفرحني وتقربني أكثر للبلاد. يعني ما أشعر قداش مرة روحت غادي يجي 20 و30 مرة، ما تعوضهاش مرة هني. فما حتى البحرية هذية ولد استقبل مسافرين معناها خارجين من ميناء جرجيس المواني الأوروبية. إيش معناها؟ معناها ولينا نعمل الحجز لهنا، الحجوزات تقع في الميناء، الحجوزات وشركة تونسية الملاحة قريتو عندها بوكس تعمل حجوزات لهنا من اليوم. دونك هذه تولي محطة بحرية مكتملة، المنظومة تعمل بطريقة سلسة وبطريقة منتظمة، العمل متاع جميع المصالح كما شفتوا اليوم معناتها عمل عادي وإجراءات عادية، كان معناتها في حلق الوادي يمكن حتى أكثر بالتعزيزات الكبيرة اللي قام بها مصالح شرطة الحدود ومصالح الديوانة. على متن باخرة قرطاج انطلقت هذه الرحلة الأولى التي وصفت بالتاريخية في مجال النقل البحرية التونسية، رحلة كان على متنها أيضا عدد من الأشقاء الليبيين في تأكيد على البعد الإقليمي والمغاربي لهذا الخط البحري. مسافة 1000 كيلو نقطع طوفان نوفروا فيها خدمات 5 نجوم هنا. صح. الحمد لله والأمور 100% وتسهيلات 5 دقائق ما تاخذش الوقت وطلعنا. شوفوا انطلاقة ولبنة جديدة لتطوير قطاع النقل البحري في ميناء جرجيس وفي الجهة ككل. الخط هذا إن شاء الله يتم توسيعه إلى حركة البضائع، حركة المجهورات، ولما لا استقطاب خطوط أخرى، وهذا بفضل إنجازات اللي صارت في ميناء جرجيس. اليوم ميناء جرجيس بعد تعطيل تقريبا 10 سنوات اليوم رجعنا مكشوفه بفضل البنية الأساسية اللي تم إنجازها، سواء على مستوى جهر الميناء، سواء على مستوى إصلاح رصيف البترول أو بناء المحطة البحرية هذه. لتأمين رحلتي الذهاب والإياب وبرمجة رحلات أخرى، حلم أجيال من المهاجرين يتحقق في انتظار إحداث خط بحري تجاري ينمي الحركة الاقتصادية ويطورها. تشهد شواطئ جابس هذه السنة إقبالا كبيرا للمصطافين من داخل الجهة وخارجها، أجواء صيفية ولئن نالت استحسان بعض المصطافين عرفت استياء البعض الآخر. شهدت شواطئ جابس خلال هذه الصائفة إقبالا لافتا من قبل المصطافين من داخل الجهة ومن المناطق والبلدان الشقيقة المجاورة. الحركية كانت كبيرة بهذه الشواطئ، والعديد من المصطافين أكدوا أنهم قضوا فيها وقتا ممتعا، مطالبين السلطة المعنية بمزيد العناية بهذه الشواطئ. أجواء تعمل كيف أني نسكن في تونس ونجي نصيف هنا، تو نجي معناه ونعوم في البحر هنا وما نمشيش حتى بلاصة أخرى، معناه حر يعمل كيف نجو كل يوم. جابس حقيقة بحر عالمي اللي ما يتوجدش في كامل تراب الجمهورية، ومعروف هذا موش حاجة جديدة، معناتها بقى ناقصة شوية عناية شوية إضاءة. عليها نروح تغيب الشمس نروح الناس كل، عليها ما نسهروش، عليها ما
ناقص برشا حاجات. الأمن السياحي عمل على تأمين كل الشواطئ الراجعة له بالنظر وتصدى لكل الظواهر التي من شأنها أن تقلق راحة المصطافين. عملنا عديد الحملات فني ولا حاولنا نقضي على جميع الظواهر اللي تقلق المصطافين اللي هي معناتها كي جماعة الموتورات اللي يستعملوا في الموتورات على شاطئ البحر والسيارات ونمنعوا الظواهر الانتصاب الفوضوي. على خلاف ما يعتقد البعض تبقى شواطئ جهة يابس وجهة مفضلة للكثير من المصطافين، شواطئ سيكون مستقبلها أفضل بمعالجة ملف التلوث البحري بشاطئ السلام. ونظرا لتفاقم الإشكالات البيئية بجهة المنسير فقد تم اتخاذ قرارات للحد منها باعتمادات نهزت 6 مليون دينار. مع حلول فصل الصيف يتضاعف تذمر المواطنين في المنستير من المشاكل المتعلقة بالتطهير وانبعاث الروائح الكريهة والدخان من المصبات العشوائية ومحطات التطهير وانتشار الناموس. نشموا 24 ساعة موجودة الريحة، مستحيل كما تلقاش شتاء وصيف. ريحة في الليل خاصة نفسها في الفجر ريحة تمرض بالكوليرا والوشواشة ما نحكي لكش شيء مهول. معنا روايح كريهة في الساحلين، أكبر نسبة متاع أمراض خبيثة متواجدة عندنا في مدينة الساحلين. مصب الجزائح للفضلات مشكل بيئي مزمن مع انتهاء صلاحيته يستدعي حلولا عاجلة. ويتم الانتقال من استغلال المصبات الوقتية هذه اللي تمثل اشكال بيئي الى مصبات فيها معناها تثمين وتم الغلق النهائي نتاع المصبات. وفي متابعة للمشاكل البيئية بمدينة المنستير أدى كتب الدولة للبيئة زيارة ميدانية تبع فيها مع السلطة الجهوية إصلاح محطة الضخ بالمنطقة السياحية بالدخيلة بكلفة 500,000 دينار وتطوير محطة التطهير بالفرينة بكلفة 5.5 مليون دينار. ان شاء الله الوضع البيئي في ولايه المنستير معناتها فيه عديد الصعوبات، فيه عديد الاشكاليات، لكن فيه مجهود كبير قاعد يتحسن معناتها من فتره الى اخرى. الهدف هو تحسين نسبه معناتها نسبه المعالجه، وبالتالي هذاك. وهدف اخر اساسي هو ازاله الروائح المبعثه من المحطات هذه. الحد من تجاوز القانون وردع المخالفين من اهم قرارات السلطه الجهويه للحفاظ على النظافه والعنايه بالبيئه بمدينه المنستير. التجانا الى تطبيق القانون في عديد الحالات، اكثر من 30 قرار معناها غلق وقتي ونهائي للمحلات هذه. بالنسبه لموضوع الانتصاب في المحيط نتاع السوق البلدي قمنا بمجهود كبير، كما بالنسبه خاصه موضوع القرعيه مشكورين بالنسبه لديوان التطهير معناها الدخل، لكن يبقى التدخل اللي هو ظرفي للموسم السياحي هذا. المواطن راهو عنده دور اساسي، المواطن هو باش يعاون روحه في الواقع كي يعاون البلديه باش يوفر على البلديه امكانيات ومعاناه واموال احنا في غنى عليها. وتبقى مشكله النظافه والعنايه بالبيئه بمدينه المنستير مشكله قائمه ما لم تتضافر مجهودات كل الاطراف للحد منها. في أخبارنا الدولية، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع مع مبعوث وزير الخارجية الأمريكي لأزمة قطر إن انفراج الأزمة مع الدوحة مرهون بامتثالها لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وأكد شكري استعداد الدول الأربع للحوار مع قطر شرط تنفيذ الدوحة لكافة التزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها التي وصفها بالهدامة في المنطقة. وذكرت الخارجية المصرية أن شكري ناقش خلال اجتماع مع مبعوثي وزير الخارجية الأمريكي لأزمة قطر القلق إزاء ما وصفه بالدور السلبي الذي تقوم به قطر. موجة من الاحتجاجات الدموية تجتاح كينيا أسفرت مبدئيا عن مقتل 3 أشخاص برصاص الشرطة الكينية، وذلك في أعقاب رفض المعارضة النتائج غير النهائية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز الرئيس المنتهي ولايته أوهورو كينياتا. واعتبرت المعارضة الكينية النتائج الانتخابية مزورة. تحذيرات جديدة شديدة اللهجة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الشمالية بعد إعلانها تدارس خطة توجيه صواريخ بعيدة المدى صوب جزيرة غوام الأمريكية. تهديدات لم تصاحبها إلى حد الآن تصريحات بتوجيه ضربة استباقية إلى بيونغ يانغ. على إثر تصريحات كوريا الشمالية التي تعلن فيها أنها تدرس خطة لإطلاق صواريخ متوسطة بعيدة المدى في اتجاه جزيرة غوام الأمريكية بالمحيط الهادي، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة لهجته تجاه بيونغ يانغ
فبعد تصريحاته السابقة بأن كوريا الشمالية ستقابل بنار وغضب لم يرهما العالم قط، أكد أمس أنه ينبغي عليها أن تشعر بتوتر شديد إذا فكرت في مهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها، مضيفا بأنه على كوريا الشمالية أن تنظم أمورها وإلا ستقع في مشكلة مثل القلة القليلة من الدول التي وقعت في مشاكل في هذا العالم، دون الإعلان صراحة عن إمكانية توجيه ضربة استباقية لكوريا الشمالية لحرمانها من القدرة على شن هجوم نووي ضد الولايات المتحدة. في الأثناء أقر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بأن أي حرب مع كوريا الشمالية ستكون كارثية، مشددا في المقابل على أن الجهود الأمريكية لحل الأزمة مع بيونغ يانغ تركز حاليا على الدبلوماسية، بينما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تايلرسون أنه يأمل أن تؤدي حملة الضغوط الدولية التي تشارك فيها روسيا والصين إلى حوار جديد مع بيونغ يانغ. وكررت الصين دعواتها للهدوء خلال الأزمة الحالية، وعبرت عن استيائها لتكرار بيونغ يانغ تجاربها النووية والصاروخية ولسلوك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مثل إجراء تدريبات عسكرية، وهو ما تراه تصعيدا للتوتر. أما اليابان فقد أعلنت حكومتها أنه لم يعد بإمكانها التسامح مع استفزازات كوريا الشمالية، وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشي هايتسوغا إن هذه الاستفزازات جاءت هذه المرة في شكل ظاهر للمنطقة ومن ضمنها اليابان والمجتمع الدولي، داعيا كوريا الشمالية إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التي تكررت بجدية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة والامتناع عن القيام بأي أعمال استفزازية أخرى. في جولة أخبارنا الرياضية، تغلب المنتخب التونسي لكرة اليد للناشئين على نظيره المكسيكي بنتيجة 37 هدفا مقابل 19 في المباراة التي أقيمت صباح اليوم ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم التي تحتضنها جورجيا، ورفع المنتخب التونسي رصيده بفضل هذا الفوز إلى 4 نقاط بعد تغلبه في الجولة الأولى على سلوفينيا وخسارته في الجولة الثانية ضد إسبانيا. قدم الملعب التونسي خلال ندوة صحفية أقيمت منذ قليل في تونس العاصمة الإطار الفني الجديد لفريق أكابر كرة القدم المتكون من محمد الكوكي مدربا أول ويساعده وليد بن محمد ومهدي بن حسين، كما تم خلال الندوة الصحفية تقديم اللاعبين المنتدبين الجدد وأبرزهم المهاجمون أحمد حسني والغاني إريك كوامي وإلياس الجريدي. وسيلاقي الملعب التونسي في الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نجم المتلوي. ما حققنا الهدف نتاعنا الاول والاسمى، رجعنا جمعيتنا للرابطه الاولى ورجعنا الهيبه نتاعنا، على طول دخلنا نخدمه في قول بصراحه بكل اريحيه، دخلنا نخدمه مع صار انتداب الاطار الفني في الابان، عملنا استاجات نتاعنا ولي ريكروتمون نتاعنا سيبلي، كانوا موضوعيين وكانت باستراتيجيه محكمه، هو تكوين فريق محترم يلعب أدوار محترمة في الرابطة الأولى، يكون ما بين 7 الأولانين في الرابطة الأولى، هذا الهدف متاعنا. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 300 من حجاج سيدي بوزيد يتوجهون اليوم نحو البقاع المقدسة في أول الرحلات المبرمجة من مطار صفاق قسطينة الدولي. مع انتهاء أجل التسجيل للانتخابات البلدية القادمة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن تسجيل 28,000 ناخب اليوم أمس فقط. وزير الدفاع الأمريكي يشدد على تقدم نتائج الجهود الدبلوماسية ويحذر من أن الحرب مع كوريا الشمالية ستكون كارثية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.